اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، اللهم فسلمنا له وسلمه لنا وتسلمه منا مقبولا يا رب العالمين. اللهم وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، لا فاقدين ولا مفقودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الفردوس هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.